بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكل متابعينا. سألوني هواية على الأسلاك، أسلاك اللف منين نجيبها وشون أسعارها وش قد أوزانها. بكرات اللف هذه، إذا أنت محل قديم راح تشتري بكرات، يعني بكرة مغلفة وكاملة، بس أنا بكرة هاي مشتريها كاملة. الأوزان مالتها تختلف من بكرة إلى بكرة ومن شركة إلى شركة. بالنسبة لهذه هسه، هاي شركة إيرانية، يعني إحنا بالعراق عندنا شركتين إيرانية وتركية إجنا. الشركة الإيرانية دائما البكرة مالتها تكون لونها أبيض، والتركية يكون لونها أزرق. وزن البكرة التركية يكون أكثر، يعني فارغة أكثر من البكرة الإيرانية. هسه راح نشوف نموذج. هذه بكرة الجيتش مالها، طبعا كاتب لك إياها 0.40، هذا الجيتش السيم مالتها كاتب لك اياها هنا يهمين، السايز بالمليمتر 0.40. الوزن الخالص بالكيلوغرام 6460 غرام، يعني هذا وزن خالص بدون بكره. نيجي هنا مفسر لك اياها، كاتب لك اذا ويا البكره 6 كيلوات و740، الصافي 6 كيلوات و460، معناته وزن البكره فارغه 280 غرام. هاي التفاصيل موجوده على البكره، يعني هاي هسه عندنا 6 كيلوات و460، تقريبا 6 كيلوات ونص هاي البكره. اكو قياسات للبكرات للجيتش سيم تقدر تعرف تحمل الامبير، وهذا طرحناه باحد الفيديوهات اللي هو هذا مكتوب عليه ستاندر واير جيتش. نيجي على ال27 هذا، شوف القياس مالته الواير جيتش 27. ال27 مساحة المقطع مالته، نجي هنا الاريا بالمليمتر المربع 0.13، هذا مساحة المقطع مالته. يتحمل امبير هنا، حقل الامبير ماكسيمم امبير 0.614، يعني تقريبا نص امبير وشوية. وفعلا احنا نلف الماطورات المي يتحمل تقريبا نص امبير الى، يعني تقريبا 3/4 الامبير خلينا نقول. ف واير القياس مالته يتزامن ويا الامبير، لازم يعني ما يصير تلف الماطور بغير قياسات. فهاي توضيح للي سالنا. اكو تقدر تشتري كيلوات، تقدر تشتري كيلوات او بكرات تصير صغيره. هاي البكره صغيره، شوفوها، هذا عندنا قياس 0.35، يعني جي 29. زين عيني، تقدر تشتريها. ايضا كاتب لك التفاصيل مالتها كليتها، ما راح تتعب يعني بالتفاصيل. هاي ما تتجاوز الوزن مالها كيلوين او كيلوين ونص او 3 كيلوات بالنسبه لهاي البكرات الصغار. تقدر ما تشتري يعني كامله، تقدر تقول لي اريد كيلو ونص كيلو، فحسب اللي انت تطلبه. فهذا توضيح بالنسبه للاسلاك. والسعر مالته، طبعا السعر مالته كل زين بالنسبه عندنا بالعراق، سعر مالته مناسب جدا، مناسب جدا. يعني اذا تريد تشتغل بهاي المصلحه شغلها زين وخير من الله. اتمنى التوفيق للجميع، وان شاء الله تكونون بخير وسلامه.